فيتا كلوب. خليني اقول لحضراتكم الخبر الهام ده، وده من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الجنوب افريقي، واللي اعلن ان موتسيبي طبعا رئيسا للكاف بشكل رسمي. هو طبعا كان رئيس نادي سان داونز الجنوب افريقي باتريس موتسيبي، احد الشخصيات البارزه جدا في القاره الافريقيه في الجانب الرياضي تحديدا، ودي من خلال تويتر الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي. واحنا كواليس كلها بخصوص الانتخابات اللي هتجرى يوم 12 اللي هو يوم الجمعه اللي جايه في المغرب، وهي انتخابات على رئاسه الاتحاد الافريقي بشكل عام بالنسبه لهذا الاتحاد وهذه الامور الهامه جدا. لكن خليني اقول لحضراتكم بعض الكواليس اللي اعتقد حضراتكم خلاص عرفتوها بشكل كبير جدا، وكان الحديث فيها على مدار فترات سابقه كتير جدا. ازاي هيفوز باتريس موتسيبي؟ ده هيفوز من خلال اتفاق ومن خلال التزكيه، واحنا عارفين ان كان في عدد من المرشحين نازلين للانتخابات زي جوستن سنجور طبعا رئيس الاتحاد السنغالي، زي الايفواري جاك انوما، وزي الموريتاني احمد ولد يحيى، لكن تم الاتفاق على ان الثلاثي ده ينسحب ويتم اختيار اثنين يكونوا نائبين لموتسيبي رئيس الكاف الجديد، وهيتم الاعلان بشكل رسمي يوم الجمعه برضو. لكن انا بحب اعرض لحضراتكم طبعا الامور اول باول، وده اعلان برضو يعتبر رسمي من جانب الاتحاد الجنوب افريقي لكره القدم. طيب الثلاثي هيكون ليهم دور، اللي تم يعني الاتفاق ما بينهم وبين موتسيبي على ان هو يكون رئيس الكاف، هم هيبقى ادوارهم ايه؟ خليني اقول لحضراتكم، النائب الاول هيكون اوجستن سنجور اللي هو رئيس الاتحاد السنغالي لكره القدم، النائب الثاني هيكون الموريتاني احمد ولد يحيى، وده احد الشخصيات المميزه جدا برضو في القاره الافريقيه تحديدا فيما يتعلق بكره القدم، وعمل طفره كبيره جدا جدا على مستوى الكره الموريتانيه تحديدا يعني. اما الايفواري جاك انوما هيبقى دوره ايه بقى؟ هيبقى مستشار لرئيس الكاف، وده اللي تم الاستقرار عليه والاتفاق عليه بشكل نهائي، وخلاص يعني موضوع ايام بسيطه جدا، ويتم الاعلان عن كل الامور اللي احنا بنقولها لحضراتكم دي بالشكل الرسمي الكامل. فيما يتعلق بقى بانتخابات اللجنه التنفيذيه، فاحنا عندنا طبعا مهندس هاني ابو ريده نتمنى له كل التوفيق، هيكون على احد مقاعد اللجنه التنفيذيه بالكاف، وهو خلاص يعتبر يعني ان شاء الله باذن الله هو يعتبر فاز بالتزكيه، هو وفوزي لقجع طبعا المنطقه العربيه المغربي فوزي لقجع. ففي كل الاحوال دي ابرز الامور وابرز الكواليس فيما يتعلق بالاتحاد الافريقي لكره القدم، وفيما يتعلق بالانتخابات اللي هتكون يوم الجمعه اللي جايه باذن الله تعالى. لكن الأهم بالنسبة لنا مباراة اليوم الأهلي وفيتا كلوب، ومن ضمن الأمور المبشرة جدا